بسم الله الرحمن الرحيم، معكم قناة خولوي بينج، وهي قناة تختص بالنسيج. راح نحتاج اليوم إلى ورق وقلم ملون وإلى مسطرة وقلم رصاص. راح نسوي إن شاء الله زخرفة وبنمشي عليها كوحدة في العمل النسيجي القادم. أول شيء راح نسوي ناخذ وحدة، هذه تمثل الخيوط السيدة اللي باللون الأزرق. راح نعد حتى نحتاج إلى خيوط فردية في السيداء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الجانب اليمين راح يكون 9، كذلك الجانب اليسار 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. راح نكون معين بالخيوط ان شاء الله اللحمة. راح نسوي تظليل متتابع، هذه راح يمثل خيوط السيداء بالعمل. الجانب الثاني نفس الشيء، في نفس المستوى راح يكونون هاي خيوط السيداء. بنعلي مرة ثانية ونقلق عشان يكون عندنا معين. المعين هذه راح نكررها على كبر حجم النوم ان شاء الله. عندنا المعينات سويناهم بخيوط اللحمة القطن. راح نحتاج في هذا العمل الى خيوط قطنية للتسدية، حجمها 2 ملي، والى خيوط قطنية أعرض، ممكن استخدام أي خيوط حتى لو خيوط الصوف. راح نكون العمل بلونين على خيوط سيداء، لحمة لونين أبيض وأسود على لحمة بيضة على سيداء أبيض. المعينات اللي لاحظها متكررة نفس المعين اللي رسمناه، وإن شاء الله حين بنراويكم خطوات العمل. راح نبتدي اول شيء بخيطين سيداء. احنا ممكن نستخدم خيطين مزدوجين او خيط واحد، وبسوي الخيطين عشان ابرز الشكل معين بشكل اوضح. اول واحد الاعلى، بعدين نخلي 9 خيوط ونرجع ونطلع خيط واحد حلو من السيداء، 9 خيوط يعني خيط سيداء. العملية متكررة نفسها. النون استخدمت نون دائري فقط للعمل وليس إجباري، يعني كل شخص ممكن ياخذ النون اللي يحب يوضع في أي زاوية في المنزل، إذا كان يحب عنده زاوية الأفضل يكون مستطيل، مكان لها نون مستطيل أو نون مربع، لأن هذه النون راح يثبت في العمل وما راح يشيل العمل منه، راح يكون هو نون وهو البراز في العمل. مررنا 20 خيوط تكرار، 1 مقابل 9 مخفيين من السباق
واحد مقابل 9 مخفيين من الصدر. راح نرجع مرة ثانية. راح ناخذ خيطين، خيط على اليمين وهذه راح نخليه اسفل، خيط على اليسار. خيط على اليمين، خيط على اليسار. لو عدينا الخيوط على الجانب 1 2 3 4 5 6 7 8 قلت الخيوط. خيط على اليمين، خيط على اليسار. نعد الخيوط الجانبية 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خيط يمين، خيط يسار. حاليا نرجع عودة، راح ناخذ خيطين، يصير عندنا في الوسط 3، 1 2 3 نتركهم إلا على أطرافهم، 1 2 تحت 3. نفس الرسم، 1 3 مقابل 1. واحد 2 3 افترض من الوسط واخذ النور. راح يكون عندنا العد في الوسط كم؟ 1 2 3 4 5 6 7. حاول يكون هني بعد 7 خيوط. 1 2 3 4 5 6 7 تطلع فوق، خلي تحت 3 واحنا راجعين. 1 2 3 ضبط الخيط، خلي شد ثابت.
راح يكون عندنا الحين واحد مقابله واحد، اثنين، ثلاث، اربعة، خمسة في الاسفل. واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بدن معين يوضح أكثر. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. كذي الخيط انتهى. نكون، راح نرجع بخيط جديد ان شاء الله. واحد، اثنين، ثلاث، اربعة، خمسة. نشوف احنا في الداخل كم. لاحظ عندنا هذه علوي، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة سفلي، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، وتطلع واحد، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة. يعني هذا الخط متعادل، خمسة تحت وخمسة أسفل. يعني آخر شيء واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بنطلع واحد. هذي الخيط بعد ما اخلص راح يتم تنظيف الخيوط ورا بلزقهم ان شاء الله. نرجع كذي خلصنا اللون الابيض، صار معينات متكررة في العمل. راح نكرر نفس التجربة، ندخل عليهم اللون الغامق. راح يصير نوع متضاد بشكل جميل. ناخذ الخيوط الجانبية لأن عندنا رقم واحد موجود المرحلة اللي بعدها. هالطريقة راح تعلمنا إن شاء الله نستخدمها في صنع الأغمشة. مستقبلا راح نجرب جهاز النول المنضدة، هو نول شبه يدوي، ونصنع بخيوط أضعف ما يقارب الواحد مليمتر في اللحمة والسدة عشان تعطينا قماش إن شاء الله.
المرحلة القادمة إن شاء الله راح نضاعف العدد وبيصير عندنا معين كبير. داخل المعين بعد 3 تطريح بعد 3 تطريح لحمة راح نكون لحمة جديدة بلون مختلف. يصبح عندنا معين داخل معين، معين أبيض راح يتخلله معين أسود، ونشوف الطريقة عملي. راح يكون عندنا في هالمرحلة معين أبيض داخله معين باللون الأسود، ونجرب الحين عمليا إن شاء الله.
بانتهاء التكرار الابيض كررناه، تكرار الابيض كملنا عليه نفس التكرار الاسود، واعطانا العمل الفني انتهى على نول مدور. نقدر نسوي على مربع، نقدر نضيف عليه، ممكن نشيل هذه وندخلها داخل ورا حسب العمل الفني اللي انتم تشوفون رؤيته. لمزيد من الاستفسارات عن النسيج بامكانكم التواصل معنا على العناوين موجودة في قناة الفيديو يوتيوب خولة ويفينج، وعلى حسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة لديكم على الشاشة. لمن يرغب بالدعم ونشر اعلاناته تواصل على الايميل الموجود بالاسفل، ونشكركم وان شاء الله نتمنى نكون لنا حسن رضاكم، وتتابعونا بتلاقون كذلك ان شاء الله انواع اخرى من النسيج، وشكرا لكم.